وعلى ذكر المعاناة الكبيرة التي يعاني منها المسلمون في التوقيت الحالي ومختلف هموم الأمة الإسلامية، شاهدنا واقعة بالفعل يندى لها جبين الإنسانية منذ أيام، حيث قام أحد المتطرفين داخل المملكة المتحدة البريطانية بطعن مؤذن مسجد لندن المركزي، وهو الشيخ رأفت مقلد، والذي يشرفنا أن نلتقي به الآن عبر الهاتف لكي نطمئن بالفعل على أحواله ولكي نرصد ما حدث بالتحديد. أهلا بحضرتك أستاذ رأفت. أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، عليه الصلاة والسلام. يعني نتشرف بأنه يكون أول حوار تلفزيوني مع قناة عربية يكون معنا. عموما لو تطمئن على صحتك الآن بعد تعرضك للطعن على يد أحد المتطرفين. الحمد لله أنا ما زلت طبعا تحت العلاج. الطعنة كانت في الرقبة، يعني طعنة نافذة، وبالتفصيل كنا نصلي صلاة العصر وكان هذا الرجل يقف من ورائي، يعني من خلفي على طول من ورايا. فاللي حصل أول ما ركعنا رفعنا من سجد الإمام، سجدنا رفع الإمام من السجود وأنا أرفع رأسي من السجود، شعرت كأنه يعني حاجة ثقيلة، ما شعرتش بالطعنة يعني اللي هي جات. هو كان عنده سكينة وراح ضاربني في العنق في اليد الجهة اليمين، فطبعا أنا حصلت شبه ذهول، ما شعرتش بالطعنة ولكن شعرت بجسمي زي نمل. والحمد لله أن التأخيرة دي خلت الأخوين اللي هم على اليمين وعلى الشمال يسكو، كان عاوز يسدد ضربة ثانية. يا ساتر. فأنا نزشت يعني شفت الدم بيطلع بسرعة، فقريت اللي هي أنه أشوف واحد يساعدني يوديه المستشفى لأنه كله مشغول في الصلاة. الصلاة مع الإمام يعني ما وقفش. الحاجة الثانية قعدت يمكن منتظر اللي هو الإسعاف يمكن حوالي 17 دقيقة لأنه ما فيش يعني حد اللي هي يتصل بالسكيورتي، اتصل بجي البوليس، المهم مسكوه. وأنا طبعا خذوني للمستشفى، أخذت 4 غرز وحقه لأنه يعني يخلوني في المستشفى. قلت لهم لا، كان الخميس، فقلت لهم بكرة الجمعة أنا مش ممكن أفوت صلاة الجمعة. قالوا لي يعني على مسؤوليتي، قلت له على مسؤوليتي أنا طالع، أنا بعدين أبقى يعني أتعالج بعلاج اللي هي خارجي. فجيت لقيت أن الدنيا مقلوبة صراحة، العمدة لندن جاو وبعد هي الجمعة تقريبا ألقى كلمة، لكن بحمد الله وفضلي أنه يعني الحادثة دي غيرت حاجات كثير. أولا الميديا كلها اللي هي عرفت أنه نحن مسلمين ونحن متسامحين، نحن مش يعني إرهابيين زي ما بيقولوا يعني، وبيحاولوا أنه يرفعوا في المطارات التفتيش. طيب فضلت الشيخ رأفت، اسمح لنا بأن نرصد في الصورة الأولى التي لدينا أو الكاب الأول الذي لدينا صورتك وأنت خارج من المستشفى، وأيضا حديثك للصحافة الإنجليزية والتي تحدثت بالفعل بشكل رائع عنك وتضامن العالمي الكبير معك. في الصورة الأولى التي لدينا يظهر بالفعل وأنت داخل أحد المستشفيات لتلقي العلاج. في الصورة التالية التي لدينا أيضا تظهر حضرتك وأنت خارج من المستشفى في الكاب التالي الذي لدينا. نعم. وفي الصورة أيضا التالية التي لدينا يظهر الأستاذ رأفت عقب تلقيه العلاج، وفي الصورة الرابعة التي لدينا يظهر تصريحات هامة لك وأنت تتحدث عن أنك تشعر بالأسف لهذا المهاجم. هذا التصريح تنقلته العديد من وسائل الإعلام العالمية، نشاهد البي بي سي وأيضا التليجراف وغيرها من الصحافة العالمية. أيضا حضرتك التقيت بالسفير السعودي والسفير الجزائري، كيف هو شعورك الآن وما هو المطلوب من السلطات البريطانية فعله حتى لا تتكرر مثل تلك الحوادث؟ والله أنا يعني أقول لك ما بين صراحة دي أول حاجة، العمدة بتاع لندن قال حيكسر اللي هي الحراسات على المساجد خاصة، أو حتى مش على المساجد، على دور العبادات كلها اللي موجودة، ومن حق يعني كل دور عبادة نحن كمسلمين ما يعني ما بن أبدا ما بنعارضش اللي هي يعني يكون في سينما ويكون في كنيسة ويكون في معبد، يعني كل واحد ده الدين للديان
نعم. ربنا سبحانه لا إكراه في الدين، ونحن كمسلمين مش ممكن أبدا يعني ما عندنا حقد تجاه حد وتسامحين وبجد. ولذلك أنا قلت وأنا قلت لهم أنه أنا سألوني قالوا لي حتسامحوا، قلت لهم أيوة لا أسامحه، ما يعني أنا يعني شعر بأسى أنه هو دلوقتي حيتحبس مثلا وأنا هو اللي اختار، بس أنا بيني وبين ربنا أنا فعلا سامحت له جل حسبنا الله ونعم الوكيل، ووريتهم أنه أيوة صراحة نحن كمسلمين يعني نعم غير النظرة اللي هي أنه بيقولوا صحيح الإرهابيين أو غيره. حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا يجعله في ميزان حسنات حضرتك يا أستاذ رأفت. مليون حمد لله على السلامة، ربنا يشفيك ويعافيك يا رب ويجعله في ميزان حسناتك. أشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في حلقة الليلة من برنامج رأي.